إن شئت أن تحيا بكل أماني وتظل في منأى عن الأحزان. إن شئت أن تحيا بكل أماني وتظل في منأى عن الأحزان. وتنال في الدارين وتنال في الدارين وتنال في الدارين عيشا هانئا هانئا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. میدونم، اما اگر خلافیه عقلائیه، یعنی عقلا میگن به اهل خبره باید مراجعه کنی، اما اهل خبره قولش در زمان خودش و بعد خودش حجته، محل خلافه. وقتی خلاف شد یه حجت میخواد. اگر اتفاق بود اشکال نداشت، اما اتفاق نیه، خلافیه. چون نه، فطرتاً مسلمه که بقا جایز نیست همچی چیزی، محل خلاف. اگر عرض کردم، اگر وجدانن بین خود و خدا راستی اینطور میدونه، این خیلی عرض کردم مجتهد متجزیه، این وقت متعذر براش. اما اگر وجدانن معذر نداره، این باید تعبداً معذر داشته باشه. تعبداً کافی نیست، اون زمان حیاتش گفته بقا هم جایزه، این کافی نیست، چون خلافیه. اصلا در احتیاط، به قول صاحب عرب میگه چون احتیاط مسئله خلافیه، بحث این هست که اصلا جایزه احتیاط، جایز نیست احتیاط. میگم حتی اگه قائل بود که واجب تقلید بقا برمید، که بعضی گفتن اگه اعلم بود واجبه. آها. نه، برای این مقلد چی معذره؟ یا وجدان یا تعبد، هیچ کدومش نیست. نه، معذره. ما وقتی که خلافیه، اگه دو تا پزشک اختلاف کردن و محرز شد خلاف، هیچ کدومش حجت نیست. نه. لا، بالبحث مو بالمسائل المستحدثة، اللي الميت ما إلى رأي بها، المسائل اللي الميت إلى رأي والحي إلى رأي آخر. لا، أصلا الميت عندما الفقيه المرجع عندما يموت، هل يجوز البقاء على نظره؟ هذا إلى أمس كان يقرأ مرة واحدة التسبيحات الأربع في الركعة الثالثة والرابعة، لأن مرجعه كان يقول واحدة كافية. هسه مات، هسه يقدر يعتمد على ذاك بعد موته؟ هذا يحتاج إلى معذر. ما إلى معذر إلا المجتهد الحي، إذا قال يجوز البقاء على الميت أو قال يكفي تسبيحات الأربع مرة واحدة، معذر ما إله. بله. آها. اما به اجازه الحی. به اجازه، اگه حی گفت جایزه که معذره، اشکال نداره. چرا؟
دقتاً همینه، بله، شکی نیست. اما همین جماعتی گفتن، بعضی ها گفتن همین جایز نیست. اعلام کردن فقها مسئله مطرحه در متأخرین که لا حرج ولا ضرر، هر دوش صوم را بر می‌داره، قدری که ضرری باشه یا حرجی باشه. همون حرج، حرج ثانویه، ضرر ثانویه. بله، هر ببینید الحکم تابع للموضوع، هر جا موضوع داره بله جاریه، چرا نه؟ فقیه بیان میکنه که لا حرج صوم را بر میداره. مرحوم العراقی فرموده لا حرج صوم را بر نمیداره اگه حرجی شد. فقیه دیگر استاد مرحوم العراقی که وحید بهبهانی باشه و شاگرد وحید بهبهانی که شیخ انصاری باشه و شاگرد العراقی که شیخ انصاری باشه میگن لا حرج صوم را بر میداره. اون فقیه اونجوری فتوا میده، این فقیه اینجوری میگه. حکم ثانوی یعنی احکامی که به عنوان غیر ماهوی جعل شده. صلات، لا صلات لمن لم یقم صلبه، باید عدل بیسته انسان. اگه این عدل استدن کمردرد شدید داره، ضرریه، باید دلو بیسته. وقت لا ضرر ناظر، احکام ثانوی ناظر به احکام اولی، به عنوان ضرر این اقامه صلب واجب نیست در نماز. هر جا موضوع ضرر هست، موضوع حرج هست، موضوع عسر هست، موضوع خوف هست، این چیزایی که موضوع برای احکام ثانوی قرار داده شده. بله؟ خب مامادا چرا جهاد حکم ثانوی نداره؟ با اینکه ضرریه، با اینکه حرجیه، اگر واجب شد حکم ثانوی نداره. کارهای خلاف عفت اگه حرجی شد، ضرری شد، جایز نمیشه. مواردی که در موضوع ضرر حرجه، خمس ضرری نیست، زکات ضرری نیست، فدیه ضرری نیست. نه اونقدر دیگه اشکال نداره. بله. مسافر شد به عنوان حکم اولی حرامه. اما اگر ضرر مریض شد، اگه مرضی است که تحملش حرامه، یعنی موجب قتل میشه، موجب تلف قوه یا عضو میشه، موجب امراض خطیره میشه، میشه حرام. اما اگه ضرر در حدیه که اینا نیست، میشه تخییر، میتونه روزه بگیره، میتونه نگیره. اولی اونیه که رو موضوع به ما هو ربطه، این رو موضوع به ما له عنوان خاص، ضرر، حرج، عسر، خوف، اینا ربط.
قدی که حرجه، قدی که حرجه. مرحوم لراقی همینو میگه. آقایون جواب دادن گفتن اون قدی که در صوم حرج متعارفه، یعنی گشنه میشه تشنه میشه، اما اگه بیش از این بود چرا لا حرج نگیرتش؟ یعنی موضوع حرج در 10 درجه است، اگه این شد 15 درجه لا حرج میگیرتش. قدی که حرجیه، خمس دادن حرجیه، ضرریه، باید یک خمس پولشو بده. اما اگر یک ضرر شدید شدی، اگه بخواد خمس بده دق میکنه میمیره، راستی یا در معرض این میفته، باز میگید خمس بده چون موضوعش ضرریه؟ نه، نمیگه. چی؟ میدونم مال خودش نیست پس واجبه بده، اما اگه بخواد این واجب رو عمل بکنه دق میکنه میمیره، بازم میگید واجبه؟ نه، در حدی که در ضرر قرار داده شده بله. خود صوم هم همینه. چرا نه؟ چرا نه؟ مدیون شارع میگه واجب دینو بدی. اگه یه مدیونی اعصابش انقدر ضعیفه که اگه دینشو بده راستی دق میکنه میمیره، میگید باید دینو بده؟ نه، فقط وقتی که مرد بعد 100 سال ورثش باید اون دینو بده. این وجوب به نظر این وجوب چه فرق میکنه با وجوبای دیگه؟ نعم. حاکم علیها، مخصص لها، مقید لها، لأن ناظر الى الاحکام الاولیه. ليش الحكم الثانوي يخصص ويقيد الأحكام، عمومات وأطلاقات الأحكام الأولية؟ الدليل يقول لا صلاة لمن لم يقم صلبه، لا حرج يقول إلا إذا كانت إقامة الصلب حرجا، لا ضرر يقول إلا إذا كانت إقامة الصلب ضرريا. ها؟ لا لا، هذاك حكم أولي. الربا لم يجعل أصلا حراما بالنسبة للوالد، هذا استثناء في الحكم الأولي. الأحكام الثانوية لا لا، هذا تخصيص، هذا تخصيص. لأن الوقت أهم، هذا تزاحم. إجا الشيخ الفصالي في طهران رحمة الله عليه علق هنا، قال إذا بقي من الوقت ركعة واحدة ماذا يعمل؟ يصلي، أدرك من الوقت، ولكن قامت القيام. قالوا لا، إنه من أدرك ركعة فقد أدرك الصلاة، هذا في النائم، في الغافل، في الناسي، وليس بهذه الحالة عند الكبير عندما يفتحها. شنو رأيك؟ أنا نظري أنه هو هالشكل، من أدرك ركعة من العصر فقد أدرك العصر والتوسع لباقي، هذه الرواية في العصر، وتوسع من باب فهم عدم الخصوصية في صلاة العصر. أي وهكذا بقية صلاة في المفطر وفي المختار. المختار لازم نشوف عندما صار تزاحم هل الوقت أهم أو الوضوء بدون جبيرة أهم. يستفاد من الأدلة أن الوقت أهم، فيصلي مع الجبيرة داخل الوقت، وما يخلي حتى التشهد والسلام يصير خارج الوقت. ركعة هذا للمفطر، هذا مو مفطر، هذا مو مفطر. إذا قلنا بأن الوقت أهم ونقول بأن الوقت أهم، يعني استفيد من الأدلة هكذا، بعد هذا مو مفطر.
یه لحظه نعم اهلا وسهلا نعم مختلف بعض الموارد دجل بعض الموارد لا مو شيء واحد مثل المنافق والمنافق يقول أنا مؤمن وهو واقعا يتظاهر بالإيمان يصلي يصوم واقعا في قلبه لا مو هالشكل يخادعون الله وهو خادعهم مثل هذه الأشياء ما هالشكل قد تكون لها حقيقة قد تكون لها دجل مختلف مو كلها سواء مو كلها فد شكل شنو؟ اي مختلف السلام عليكم ورحمة الله وبركاته لحظة تفهم صح بله این مکرر صحبت شده منم عرض کردم صح صاحب جواهر دیگران میگن موضوعات احکام برای مصادیق متعارف است مصداقی که غیر متعارفه منصرف ازش موضوعات احکام نهار مال صومه یعنی روز وقت روز متعارف چقدره؟ بین 12 ساعته الان مثلا 17 ساعت و نیم اما اگه بیشتر شد دلیلی که میگه صوم را اتم الصیام الاللیل منصرف از جاهایی که بیشتر از روز بیش از متعارف شد وقت شامل اون نمیشه اصلا الاللیل وقت لازم نباشه مثل جاهای دیگه از اول تا آخر فقه موارد مختلف میگن اگه موضوع غیر متعارف شد یا افراط یا تفریط اگه فرض کنید جای روز شد 2 ساعت 3 ساعت فایده نداره روزه بگیره یعنی فایده کافی نیست همون 2-3 ساعت باید قدر روزهای متعارف روزه بگیره نه فالحال ماه مبارک رمضان که میشه همون ماه ببینه اون شهر کشورهایی که متعارفه مثل خاورمیانه عراق ایران اطرافش اینا چند ساعت روزه میگیرن این از طلوع فجر اونجا تو شهر خودش شروع میکنه همون قد ساعت روزه میگیره بعد افطار میکنه چون موضوع صوم نهار روزه وقت روز اگه غیر متعارف شد رجوع میشه به متعارف مثل کسی که صورتش غیر متعارفه خیلی بزرگه یا خیلی کوچیکه یا دستش غیر متعارفه خیلی بزرگه یا خیلی کوچیکه در وضوع این نباید بین الابهام و الوسطا ولو تا پشت گوشش برسه بشوره ولو دلیل میگه بین الابهام و الوسطا اما ابهام و وسطای متعارف رو میگه اغسل و وجوهکم یعنی وجه متعارف کسی وجهش خیلی کوچیکه یا خیلی زیادی بزرگه این به متعارف برمیگرد و هکذا جاهای دیگه نعم رسول الله صلى الله عليه وآله قال الله عز وجل لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة يعني تعلموا منه رسول الله ماذا كان يعمل مع المؤمنين مع المنافقين مع المشركين بالحكمة والموعظة الحسنة تفيد الموعظة الحسنة ويا البعض ومع البعض ما تفيد بالحكمة
هذا من الحكمة هم في الموارد تختلف. الحكمة ويا هذا الشخص المعاند تختلف عن الحكمة ويا هذا الشخص اللي مو معاند. هو بالحكمة والموعظة الحسنة. نعم. شنو؟ ما رأيكم في اتهام عائشة بالزنا زوجة الرسول؟ على كل هذه المسألة في تفسير علي بن إبراهيم القمي رضوان الله عليه موجودة هناك هذه المسألة. المرجع كل لا. الإمام المعصوم يملك الخمس، له الزائد عن سهم السادة، سهم الإمام إله، سهم السادة إذا زاد عن السادة للإمام وعليه الناقص، يعني إذا ناقص صار من سهم الإمام يعطي للسادة الفقراء. أما المجتهد مثله مثل الجابي، لا لا يملك الخمس. أي لأنه مخير، جنابك الزكاة ما لازم تطي المرجع، أنت تطي، تقدر لتطي لهذا الفقير ما تطي لهذا الفقير، إذا هذا فقير وهذا فقير، هذا جارك فقير وهذا جارك فقير وأنت عندك زكاة، فالزكاة مو واجب الزكاة تطي للمرجع، زكاة الفطرة مو لازم تطي للمرجع، أما أنت تختار هذا جارك تطي، هذا جارك هم فقير ما تطي، المخير أنت. نعم 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 أغلبية الرواد في هذا الوقت يأخذون من الحال الموسيقى، الموسيقى لا الموسيقى لا الموسيقى مطلقة ما تجوز، أما إذا شوية يغيروه حتى لا تكون موسيقى ما يخالف. لا 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 يطاع الله من حيث يعصى، يعني من طريق المعصية ما يصير إطاعة لله كما في الحديث الشريف. وصلى الله على محمد وعلى الطاهرين. أولاي كل عراقك من تظهر منك تجي من تضر منك تجي يا مرحب المرتضى سهب المنابل والنجف يوم تطبها انت وتصير والنجف يوم تطبها انت وتصير مركزه يوم انطلق كل الشعائر مولاي والنجف يوم تطبها انت وتصير مركزه يوم انطلق كل الشعائر وبأرض جدك نريدك يا ابن كون وبأرض جدك نريدك يا ابن كون ترحب بكلمة هلا مولاي هلا للي في زاير سيد صادق باق ودوم سيد صادق باق ودوم خيمة رمز الشيعة سيد صادق باق ودوم خيمة رمز الشيعة سيد صادق باق ودوم الدنيا والغيرك عفتها للشعائر وعمرك انطيت نذور للشعائر عمرك انطيت نذور والسياسة
والمناصب ما ردتها، كل كتر مولاي كل كتر بالقاع، كل كتر بالقاع عذر لي كتركت، والشعيره بكل بلاد الله انشرتها. وتنال في الدارين وتنال في الدارين.